من التسويلات الشيطانية في ليلة القدر من إتقانه لعمله، أنه يترصد للمؤمن في المواسم التي هي مغانم، مغانم لا تعوض. انت ايش عندك ويا إحياء ليلة القدر؟ سنة كاملة ايش قد انت مسوف؟ واجبات وطاعات، ومقدم على وأقدمت على معصيات وخطيئات، يعني الله بيغفر لك هالليلة وانت مسوي كل هذا؟ خلي ليلة القدر لغيرك، ويصلي ويصلي، وتمر عليه ليلة القدر ولم يعمل فيها شيئا. اجي الى واحد اخر، انت يعني شنو تقدر تسوي ليلة القدر؟ شوف غيرك اللي يصلي 1000 ركعة، اللي ما يصلي 1000 ركعة يصلي 100 ركعة، بين كل ركعتين يقرأ الدعاء المنصوص، اللي يقنت في صلاة ليلة القدر بدعاء أبي حمزة الثمالي، اللي يقرأ الجوشنين الكبير والصغير، انت يعني شنو تقدر تسوي؟ تجيب عمل بسيط وتقول أنا أديت أعمال ليلة القدر، ويثني يستصغر عمله يترك. يجي إلى ثالث، وهذا من أفتك المداخل الشيطانية، يقول له أنت ما عندك إقبال، تحس نفسك ما عندك إقبال. إذا ما عندك إقبال شنك بالعبادة؟ العبادة تحتاج إلى إقبال، وإلا ما لها قيمة. صلاة من غير إقبال ما لها قيمة، دعاء من غير إقبال ما إلى قيمة. وإنت ما عندك إقبال، عندك حالة فتور. مو بس حالة فتور، أحيانا يدب النعاس والنوم في نفس الإنسان، وترى هذا مو دائما النوم يكون من الإنسان، أحيانا بإلقاء الشيطان. النعاس أحيانا يكون بإلقاء الشيطان، بتصرف الشيطان. شو عندك؟ لو تأدي الطاعات بإقبال، لو لا تأدي. يقول لي هذا كلام صحيح، ليش أتعب نفسي على طاعة ما إلها قيمة؟ خل أشتغل بشيء ينفعني. فيجتنب طاعات ليلة القدر، كلها هذه طعم شيطاني، طعم طعم. فإذا ابتلعه حرم من رحمة الله التي تفاض على العباد في ليلة لا يفاض مثلها رحمة. المطلوب من الإنسان ماذا؟ الحذر. لا تستخف بشيء من عملك. هذا الدعاء أبو 3 أسطر هو نور. نور، نور يعني شنو؟ يعني أنت من تقرأ هذا الدعاء وإن كان صغيرا تبدأ شعلة نور تنقدح في نفسك وتنتشر في النفس شيئا فشيئا. لذلك الإنسان ربما تكون عند حالة فتور، ربما تكون عند حالة عدم إقبال، فقط يقاومها شوية ويقدم على الطاعة، ولو بقراءة بعض الأدعية الصغيرة أو بأداء بعض النوافل أو بقراءة بعض السور القرآنية، ينقدح النور في نفسه، تنشرح نفسه، ينشرح صدره، يقبل على الطاعة والعبادة.